شكلكم كده عجبكم السلسله بتاعت ان احنا نجرب حاجات جديده وكده يعني، فجبت بقى عشان نعمل فيديو عليه النهارده. وبرده لو في برده منتجات كده برده جديده عايزين برده تجربوها وكده اكتبوا لي برده تحت في الكومنت وهحاول برده اجيبها ونجربها مع بعض. دورت عليه كتير جدا جدا لحد ما لقيته، اسمه قول ده مفروض بسكويت الكراميل بكريمه اللوتس، ناس بتقول هو بتاع من اللوتس والكلام ده، وكان مكلفني 4 جنيه ودورت انا عليه كتير قوي. فغالبا يعني انت هتلاقيه يا اما في الزمالك يا اما في كارفور مثلا يا اما مترو او هايبر او سعودي، هتلاقيه هناك كتير جدا جدا منه. فتعالوا نفتح ونجربه. مبدئيا في ايه هبت كده، ايه هبت قرفه كده هبت عليا، فايه هو ايه شكله كده، ايه فيها حته لوتس كده تمام. ده شكله واخد كده ستايل بسكويت لوكس قوي يعني، نفس حتى الستايل بنفس كل حاجه. ريحته قرفه قوي، او ريحته مثلا عامله زي الايس كريم اللي هو بخمسة جنيه اللي احنا كنا عاملين عليه فيديو قبل كده، اللي هو ايس كريم باللوتس او بطعم اللوتس او شبيه اللوتس يعني. فتقريبا برضو والله اعلم هو مش باللوتس لوتس يعني، انه هو ب 4 جنيه صح صباح الفل يعني. ممكن تكون مثلا حاجه شبيهه باللوتس حاجه زي كده، بس هنجرب ونحكم. انا واحد دوت اللوتس وعارف طعم اللوتس عامل ازاي، فنشوف بقى هل ده او هل قول هيبقى فعلا جامد جدا جدا ولا هيخايف معانا. بسم الله. طيب انا دقته يعني، انا مثلا قول برضه اديته 8 من 10، والدتي ادته برضه 8.5 من 10، اختي ادته 10 من 10 سيبك منها اصلا فاهمني. انصحك بيه ولا لا؟ اديك انت شفت الاراء وانت بقى اللي تحكم. والله لقيته وجبته واشتريته وكلته وعجبك او ما عجبكش بقول لنا برضه تحت في الكومنت برضه، تفيد برضه اصحابنا والكلام ده. ولكن قول جامد جدا جدا. استنى اخلص الحته دي واديك النهايه. استنى شايف كل مكان لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل مش عايز بقول لك يا صاحبي قبل نهايه السنه. بص يا صاحبي قبل عيد ميلادي اجتهد انت يا باشا بقى على الانستجرام بقى وقول لي بقى عيد ميلادي امتى. انستجرام اهو بقى، روح اجتهد كده يا باشا ودور بقى كده وقول لي بقى عيد ميلادي امتى يا زميلي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.